بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. أسبوع من الأشغال الشاقة، من البرد اللي كسر العظم ويتوه المخ، وزي ما بيقولوا إيه يعني، كنت سطيحة يا أستاذ إبراهيم وسبتك لوحدك، ولكن أيضا كان أشغال شاقة لأنه كان في أعمال لا يمكن تأخيرها ولو بسبب المرض. وفي نفس الوقت فريق الأهلي ينطلق والكل يتابعه في بداية مشوار مليء بالأمال والوعود، مشوار الأهلي الإفريقي والمحلي عن الموسم القادم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. دل على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك وألف سلام عليك. وهي بالفعل أيام مهمة جدا، أيام الأهلي بيرسم فيها خطوط ملامح طريق في الموسم الجديد. زي ما المهندس عدلي أشار، فيه كثير من الأمال والطموحات، لكني ما زلت مصمما أن فيه الكثير من المطبات والمنحنيات والتحديات. في أشواك كثيرة تكاد تزرع للأهلي في طريقه من الآن، واضحة جدا. في محاولات كثيرة للتأثير على مسيرة فريق يدافع عن بطولاته ومكانته. في تفاصيل كثيرة في المشهد يا باشمهندس. شوف، احنا لما خدنا عنوان اسبوع قبل الماضي او الماضي يعني زي اليوم، جمهور وحماة، اعتقد هذا العنوان لازم يعيش معنا طول الموسم. جمهوره ده حماة، لانه فعلا انه هو الحصن الحصين، وهو في كل اتجاه اذا لجأت اليه لن يخذلك. جمهوره حماة لانه يخاطب الشريحة الأكبر في المجتمع المصري والعربي حتى. الكل يتعلق بالنادي الأهلي ويأمل فيه خيرا، والأهلي لا يخذل أحد. فطبعا وإحنا داخلين على موسم أيضا، كل جهد تبذل من أجل عودة الجماهير يجب أن يظل جمهوره حماه بالتزام وسلوك، ما يديش فرصة لحد يجردنا من هذا السلاح. إذن هي في مرحلة مهمة جدا، ملامح طريق تحتاج الكثير من المصارحة والمكاشفة وإضاءة أجهزة الإنذار. لكن كمان النهاردة الأهلي بيختتم معسكره المغلق في كرواتيا بالفوز الودي على فريق كرانسودر الروسي 5-1، ثم تشد البعثة رحالها إلى القاهرة إن شاء الله. معنا على الهاتف من معسكر الأهلي في كرواتيا موفد القناة أمير هشام. أهلا بك يا أمير. تحياتي لك يا أستاذ إبراهيم، وتحياتي الكابتن عدلي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا بك. حطنا في الصورة كاملة من المباراة، التشكيل بدأ إزاي، أبرز ما في هذه المباراة، رؤية الجهاز الفني، المدير الفني شايف إيه بعد هذه التجربة؟ تفضل. طيب، النهارده طبعا كانت المباراه الاخيره للنادي الاهلي هنا في معسكره في اوروبا، وبالتحديد في كرواتيا، والمباراه اللي اقيمت في سلوفينيا، وكانت مباراه هامه جدا بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للاعبين، علشان من خلالها بيساعده او الجهاز الفني بالتحديد يستقر على التشكيل الاقرب ان شاء الله لمباراه تاونشيب الفستوان يوم 17. فبالتالي المباراة أكيد كانت مهمة، الفريق أدى فيها بشكل جيد جدا. لكن خليني يا أستاذ إبراهيم وكابتن عدلي أقول لكم التشكيل في البداية كان إيه. في حراسة المرمى كان محمد الشناوي، ناحية اليمين أحمد فتحي، ناحية الشمال علي معلول، سعد سمير وأيمن أشرف كمساكين، عمرو السولية وحسام عاشور في نص الملعب، أمامهم مؤمن زكريا، وليد سليمان، جونيور أزاي، والمهاجم كان صلاح محسن. ده التشكيل اللي كان ابتدى بيه مستر باتريس كارتيرون. المباراة أو بداية المباراة أول 10 دقائق ربع ساعة كان الفريق الروسي أفضل، وقدر إن هو يحرز هدف من خلال كرة عرضية ورأسية أحرزها اللاعب طبعا الفريق الروسي، وقدر إنه يتقدم على فريق النادي الأهلي بنتيجة 1-0. لكن بعد مرور حوالي ربع ساعة قدر وليد سليمان من خلال ضربة جزاء إنه يحرز هدف التعادل، وقبل انتهاء الشوط الاول وليد سليمان احرز هدف اكثر من رائع بمجهود فردي كبير جدا من خلال استلام الكره في نص الملعب وانطلق بها انطلاقه بسرعه قويه، وقدر انه يحرز الهدف في الشباك. كان افضل اهداف
المباراه النهارده بالنسبه لسليمان، وهو يعتبر نجم المباراه النهارده ونجم المعسكر كمان، لان هو بيأدي صراحه تدريبات على مستوى عالي جدا ومباريات ايضا بشكل جيد جدا، وواضح ان هو جاهز فنيا وبدنيا بشكل كبير جدا للموسم الجاي ان شاء الله بشكل كامل. الشوط الثاني حصل بعض التغييرات زي مثلا خروج محمد الشناوي ونزول شريف اكرامي، خروج وليد سليمان، خروج صلاح محسن، حسام عاشور، احمد فتحي، وعلي معلول، ومؤمن زكريا كمان، ونزل صابر رحيل، واكرم توفيق، وميدو جابر، ومحمد شريف، واسلام محارب، ومحمد عيني، والكل ادى بشكل جيد جدا. الشوط الثاني النادي الاهلي قدر ان هو يحرز ثلاث اهداف اخرى من خلال هدفين لميدو جابر بشكل جيد جدا، ومن جمل كمان تكتيكيه او من لعب متحركه بشكل كبير، وايضا هدف اسلام محارب كان الهدف الاخير مع نهايه المباراه. فبالتالي كان اداء جيد واهداف جيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الشيء الايجابي هو تنفيذ بعض الخطط وبعض الجمل التكتيكيه اللي كان بيحاول مستر باتريك خلال المعسكر وخلال التدريبات ان هو يحفظها للاعبين. الجمل دي والناحيه الخطيه بالتحديد ظهرت في الشوط الثاني بشكل جيد جدا، واثمرت عديده بالنسبه للنادي الاهلي بالتحديد ثلاث اهداف، فبالتالي ده كان شيء ايجابي جدا واسعد الجهاز الفني طبعا سواء مستر باتريك كاسيرون او كابتن محمد يوسف، وده كان نتاج عمل على مدار المعسكر وكمان المعسكر اللي قبليه اللي كان في اسكندريه، فبالتالي اطمأنوا بشكل كبير جدا على الحاله الفنيه والحاله البدنيه وتركيز اللاعبين بشكل كبير جدا خلال المرحله القادمه، وخصوصا ان هي مهمه جدا جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. في بعض اللاعبين اللي ما شاركوش خالص في المباراه سواء احمد حمودي، هشام محمد، احمد علاء، واحمد الشيخ، واحمد ياسر ريان، وايضا وليد ازارو. دي طبعا وجهه نظر فنيه، لكن وليد ازارو ما شاركش لان هو ايضا ما كانش جاهز فنيا، خصوصا ان هو كان ما بيتمرنش خلال الفترات اللي فاتت تحسبا لرحيله، وكان مستر باتريك كاسيرون واخد قرار ان هو ما يتدرب منفردا عشان هو ما كانش يمكن مركز بشكل كبير، لكن من الوارد جدا بالتحديد لوليد ازارو ان هو يندمج الفتره الجايه بشكل كبير مع الفريق ويدخل حسابات الجهاز الفني تحسبه لاحتياجه خلال الفتره الهامه المقبله. الامور كانت ماشيه بشكل جيد جدا، معسكر كان مثمر بشكل كبير جدا، كل الاهداف اللي كان بيتمناها الجهاز الفني انه يحققها من خلال المعسكر ده بالفعل اتحققت، وان شاء الله يكون احد الاسباب، يكون المعسكر ده احد الاسباب لنجاح النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، وبالتحديد بدايه ان شاء الله من مباراتي تاون شيب سواء يوم 17 او يوم 27 المقبل. طيب امير، واضح من التشكيل والعناصر اللي انت ذكرتها في الاول ان الراجل بيلعب بنفس الطريقه تقريبا 3-5-2-1، مش كده؟ لا، هو الواضح من خلال او 4-3-2-1، 4-3-2-1 انا اسف، 4-2-3-1 وعكس بعد كده ولا فضل على نفس الشكل؟ لا، نفس الشكل، 4-2-3-1 ده اللي كان واضح من خلال المباراه وبالتحديد في الشوط الاول. الشوط الثاني حصل بعد بعض التعديلات سواء بخروج لما خرج صلاح محسن تم اقحام جونيور اجاييكا مهاجم، ويمكن مستر باتريك كاسيرون شايف ان هو ممكن يكون بديل مناسب من ناحيه تكتيكيه في حاله خروج صلاح محسن في المباراه لو ابتدى بشكل اساسي في مباراه تاون شيب، وفي ظل عدم جاهزيه وليد ازارو الفنيه، فده كان احد الحلول، وجونيور اجاييكا من احد اللاعبين اللي يمكن لعبوا ال 90 دقيقه بشكل كامل وادى المباراه بشكل جيد يعني، لكن بعض الاساليب بعض الافكار اللي ممكن يكون شايفها مستر باتريك كاسيرون وحاول يطبقها من خلال النهارده سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني يا استاذ ابراهيم، ان هو هيفضل محافظ على نفس الشكل. طيب ازارو، انت اشرت ان هو الفتره اللي فاتت ما كانش بيتمرن بشكل اساسي معاهم تحسبا لانتقاله، دلوقتي تعثرت عمليه المفاوضات، هل ما اتكلمتش معاه بعد ما اعلن تعثر المفاوضات ولا ما شفتوش؟ لا، اللي اقدر اكده من خلال حضرتك لكل جمهور النادي الاهلي ان وليد ازارو بعد خلاص فشل المفاوضات اللاعب هيركز بشكل تام مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، اللاعب مدرك جيدا جدا ان هو متواجد في فريق كبير جدا زي النادي الاهلي، هو لمس الكلام ده سواء قبل ما يجي النادي الاهلي او خلال الموسم الماضي، فبالتالي الراجل مبسوط جدا ما عندوش اي تضرر من الاستمرار في النادي الاهلي، وخصوصا ان هو كان سايب الملف لمجلس اداره النادي هو اللي يتحكم في بيع وليد ازارو، فبالتالي خلاص الموضوع فشل، بالتالي وليد ازارو مركز بشكل كبير جدا،
وهيكون احد العناصر المهمه والاساسيه ان شاء الله خلال الموسم. لسه بقى المباراه المقبله اعتقد يعني ممكن ما يكونش اساسي في الماتش الجاي طبعا مباراه تانشيب، الله اعلم ممكن مستر باتريك كاسيون يجهزه بشكل كبير جدا خلال معسكر اسكندريه، كل الامور دي خاصه بالجهاز الفني، لكن اللاعب خلاص ذهنيا اصبح مركز بشكل كبير. طيب اذا يا 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 امير دلوقتي ازارو تقبل الموقف ومفيش يعني ومعنوياته كويسه وهيركز الفتره الجايه، ده اللي انا فهمته من كلامك. بالظبط. طيب دلوقتي انا بس عايز اسال عشان اقدر اقيم التجربه انا والساده المشاهدين. احنا لعبنا ماتشين وديين، واحد مع فريق صربي، واحد مع احد فرق روسيه، سلوفيني سلوفيني. طيب الفريقين تصنيفهم قريبين من بعض ولا تصنيف حد احسن من الثاني، ولا يعني عشان نقدر نقيم التجربه؟ طيب فريق اولمبيا سلوفيني يمكن كان افضل نسبيا من فريق كراسنودار الروسي اللي لعبناه النهارده. الفريق السلوفيني يمكن عشان كان عنده مشاركه او كان بيستعد لمشاركه في دوري ابطال اوروبا، فكان الواضح ان هو اجهز بشكل كبير جدا، فبالتالي المباراه كانت اصعب، وخصوصا كمان ان هي كانت اصعب بسبب ان اول مباراه للفريق كان بعد يومين او ثلاثه بالكثير جدا من التدريبات بالنسبه للنادي الاهلي هنا في معسكره في كرواتيا. لكن فريق النهارده يمكن كان الشوط الاول متماسك بشكل كبير جدا وقدم مباراه جيده لدرجه ان هو تقدم على النادي الاهلي قبل ما يقدر النادي الاهلي ان هو يتقدم عليه مع نهايه الشوط وقبل استقاله الحكم بانتهاء الشوط الاول. فبالتالي الفريق الاول السلوفيني فريق اولمبيا بالتحديد كان يعني افضل من خلال اللي احنا شفناه واللي احنا اتفرجنا عليه، افضل من النواحي الثانيه. لا ما هو انا ما اقصدش كده، ما اقصدش مين لعب احسن، انا بتكلم على التصنيف. يعني انت دلوقتي الفريق السلوفيني ده مثلا في الدوري الدرجه الاولى في نصف الجدول، فريق الروسي ده درجه اولى ولا ثانيه، ولا موقعه ايه في الجدول، ولا ما عندكش معلومات؟ طيب الفريق السلوفيني طبعا بيتصدر الجدول بالتحديد بترتيب اول ثاني، لان هو هيشارك في التصفيات المؤهله لدوري ابطال اوروبا. اذا هو احد فرق المقدمه في سلوفينيا. بالظبط بالظبط كده. لكن بالنسبه للفريق الروسي ده فرق الوسط في روسيا، فبالتالي من هنا يعني اقدر اقول لك ان الفريق السلوفيني هو اللي كان افضل او اقوى اقوى واكثر جاهزيه وتصنيف اعلى. بالظبط ماشي بالظبط. طب بيقال ان في مباراه وديه عقب العوده الى القاهره، الكلام ده ان شاء الله هيكون في مباراه مع بدايه معسكر اسكندريه، ده حتى يعني حتى اللحظه دي المفروض ان لسه بيتفقوا مع احد الفرق اللي هتواجه ان شاء الله النادي الاهلي، يكون استعداد اخير بالنسبه للفريق ان شاء الله قبل مباراه تانسيب. لسه ما نعرفش الفريق هيكون مين، لكن بيتم الترتيبات لهذه الجزئيه يا كابتن علي. بالنسبه للاعيبه الدوليين اخبار معنوياتهم ايه، وهل متحمسين وقفلوا الصفحه بقى بتاعت كاس العالم ومدركين الخطوه القادمه ولا؟ لان انا لاحظت النهارده طبعا انه تقريبا التشكيل الرئيسي هو اللي كان موجود في الشوط الاولاني. هو ده التشكيل هو ده التشكيل الاقرب بالنسبه للنادي الاهلي، لكن فيما يخص اللاعبين الدوليين، اللاعبين الدوليين خلاص طووا صفحه كاس العالم نهائيا واصبحوا مركزين بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي خلال المرحله المقبله، عندهم اهداف وتحديات سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الجماعي مع فريق النادي الاهلي. قبل ما اسلمك للاستاذ ابراهيم، اخر سؤال ليا انا شخصيا، كان في كلام على مشاكل كابتن احمد فتحي، مؤمن زكريا، الكلام ده انت طمنتنا على موقف وليد ازارو، هل هناك اي ظلال لهذه المشاكل محسوسه بالنسبه لالتزام اللاعبين او في اي مشاكل في هذا الامر؟ طيب خليني اقول لك يا كابتن عدلي ان مفيش اي مشاكل في هذه الجزئيه اطلاقا، بدليل احمد فتحي يعني فوره امبارح مثلا بالليل بعض الاخبار اللي تداولت ان في مشكله وان احمد فتحي مش عارف وقع فين، او احمد فتحي عايز يمشي من النادي الاهلي، استغرب استغراب تام، يعني قال انا مش عارف ايه الناس مركزه فيه، انا ما فيش اي مشكله خالص مع النادي الاهلي، الراجل بينتظم في المعسكر بشكل اكثر من رائع او بشكل اكثر من احترافي، بيأدي تدريبات قويه جدا جدا، والنهارده في المباراه كان جيد جدا جدا، وزي ما احنا متعودين من احمد فتحي يعني لاعب كبير ولاعب دولي كبير جدا ومحترف بشكل كبير جدا، فبالنسبه لاحمد فتحي مفيش اي مشكله. بالنسبه لمؤمن زكريا، الراجل امبارح انا سجلت معاه لقاء في الفندق بالليل متاخر، الراجل اتكلمنا فيه عن بعض الاقاويل اللي بتطلع ان هو ممكن
عايز يمشي من عند النادي الاهلي ويمشي للنادي الاهلي ويروح نادي ثاني، نفى الكلام ده اطلاقا، قال ما فيش الكلام ده خالص، انا جالي فعلا بعض العروض، النادي الاهلي رفض العروض دي، انا محترم جدا رغبه النادي الاهلي في تواجدي وانا مستمر مع الفريق، النادي الاهلي لما شاف ان او انا كنت عايز اطلع 6 شهور أو 4 شهور اعاره في اهلي جده، النادي الاهلي كان موافق لي عليها، طلعت، لكن الفتره دي النادي الاهلي رفض كل العروض، فانا محترم جدا هذا القرار ومستمر جدا مع النادي الاهلي، وعندي طموحات كبيره جدا مع الفريق، وقال لي كده بالضبط، يعني ابرز حاجه بطوله دوري ابطال افريقيا لان انا ما حققتهاش مع النادي الاهلي، وبطوله دوري ابطال افريقيا هتخليني كمان احقق سوبر افريقي، ودول البطولتين المهمين اللي انا ما حققتهمش مع النادي الاهلي، وانا هسعى خلال الفتره الجايه ان انا احققهم مع النادي الاهلي وكمان اشارك في كاس العالم. اذا الراجل ما عندوش اي مشاكل اطلاقا مع النادي، وايضا بينتظم في المعسكر بشكل جيد جدا، بيقدم مباريات جيده جدا سواء المباراه الاولى او المباراه الثانيه، وجاهز بشكل كبير جدا ان شاء الله لمباراه فريق تونس في كاس العالم. طيب امير، واضح من احتفاظ الكارتيرون بنفس طريقه اللعب 4-2-3-1، وليد سليمان هو صانع اللعب، نصر ماهر اخباره ايه في داخل الفريق؟ طيب هو يعني خصوصا ان مستر باتريس كارتيرون بيعتمد على اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه، فبالتالي نصر ماهر خد بعض الدقائق في المباراتين، دقائق قليله، فالاعتماد هيكون على وليد سليمان في هذا المركز، لكن في اهتمام في نفس الوقت بناصر ماهر، شايفين ان هو لاعب جيد جدا ولاعب ان شاء الله هيكون اضافه للنادي الاهلي خلال الفتره. طب ناصر ماهر كان في مواقع كثيره اتكلمت على انه في مشاكل بخصوصه، ايه اللي انت شفته؟ لا ما فيش اي مشاكل استاذ ابراهيم، ما فيش اي مشاكل خالص بالنسبه لناصر ماهر، انا بس اللي لاحظته النهارده ممكن كان في جلسه ما بينه وما بين كابتن محمد يوسف، لكن طبعا الكلام فيها ايه، ده يخص الجهاز الفني، هو اللي يقدر يصرح بيه، يقدر يقول هل في ازمه او حاجه، لكن الواضح من خلال رؤيتي انا ما فيش اي ازمه، اللاعب ملتزم جدا وما فيش اي حاجه خالص. هو ما اخدش مباراه النهارده، ما اخدش اي وقت فيه، ما هو مش مسجل في المباراه الاولانيه اللي شارك فيها بشكل كبير جدا، يعني المباراه الاولانيه في الشوط الثاني تقريبا خد فتره كويسه بالنسبه لناصر ماهر. يعني هو الاستقرار على الاضافات اللي تمت في القائمه الافريقيه مين ومين لغايه دلوقتي؟ لا هو حتى الان تم اضافه مؤمن زكريا، لكن لسه الجديد هيتم حسمه من قبل الجهاز الفني ان شاء الله خلال الايام المقبله. طب انا بس افتكرت حاجه، انا بسمع اشادات بالنسبه لمحمد شريف. لاعب ممتاز، لاعب جيد جدا جدا جدا، بصراحه ملفت، يعني هو لفت فعلا الانظار في المباريات الوديه في المعسكر هنا في كرواتيا وقبليها كمان، ولو تفتكر يا كابتن عدلي منذ مباراه المصري نهايه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، وقدر النادي الاهلي يفوز بيها نتيجه 2-0، اللاعب ده ادى مباراه جيده جدا، هو بيستمر في الاداء ده على فكره، في اهتمام كبير كمان من قبل الجهاز الفني اللي مهتم بكل اللاعبين. يعني تتوقع ان هو يعني قد يتالق الموسم القادم؟ قد يكون احد نجوم النادي الاهلي ان شاء الله الموسم القادم لو استمر على تركيزه وعلى مستواه الجيد اللي بيأديه سواء في التدريبات او في المباريات الوديه اللي بيلعبها، وخصوصا ان مستر باتريس كارتيرون عارف امكانياته جيدا جدا من ايام ما كان يتولى مرنه في دجله. تمام. بالظبط، فبالتالي الولد ماشي بشكل كويس جدا، وان شاء الله هيكون المستقبل بالنسبه للنادي الاهلي الموسم ده ان شاء الله ممكن يتالق باذن الله. طيب طبعا وصل لكم التعاقد مع كوليبالي. اكيد ده كانت رغبه قويه جدا من مستر باتريس كارتيرون، والراجل مهتم باللاعب جدا وعارف امكانياته بشكل كبير، ومرانه سواء مع منتخب مالي او مع فريق مازيمبي، فهو مقتنع بيه بشكل كبير جدا، الامور يمكن كانت خصمت منذ فتره لكن تم الاعلان النهارده رسميا، وفي يعني حاله رضا عن هذا التعاقد بالنسبه للجهاز الفني، وخصوصا في خط الدفاع ممكن من وجهه نظرهم شايفين ان النادي الاهلي محتاج لاعب بحجم كولوبالي ان شاء الله يكون متواجد في دفاع النادي الاهلي، يكون اضافه بالنسبه للفريق خلال الفتره الممكنه. التحرك امتى بقى من عندكم؟ طيب احنا دلوقتي موجودين في المطار من حوالي ساعه، ان شاء الله التحرك هيكون في تمام الساعه 11 مساء، نوصل ان شاء الله الساعه 2:30 صباحا صباح الغد ان شاء الله. تيجوا بالسلامة بإذن الله، وتحياتنا لأسرة عندكم الفريق. أجازة يوم واحد مش كده؟ الفريق أجازة بكرة، بس بعد بكرة إن شاء الله هيكون المران عصرا في الأستاذ مختار التيشة إن شاء الله، يعني هيستأنف الفريق يتمرن الأربع ويسافر اسكندرية، ولا هيسافر إمتى؟
في بعض التعديلات ممكن يتأجل المعسكر، لكن السفر الاسكندريه هيكون اعتقد يوم السبت، يعني حتى الان لسه ما تمش التاكيد بالنسبه للجزئيه دي، لكن بنسبه ما ممكن يكون يوم السبت. هو كان المفترض ان بكره يكون اجازه، بعد بكره الفريق هيتمرن في الستش وبعد كده يسافر على اسكندريه، لكن في احتمال ان يكون في بعض التعديلات بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين بخصوص السفر لمعسكر الفريق يعني. شكرا امير، وتجوا بالسلامه ان شاء الله. اظن يعني اجابه عن كل التساؤلات امير هشام موفد قناه الاهلي الى كرواتيا حيث معسكر الفريق، واعتقد الامور مطمئنه. لا يعني هو مكالمه مهمه، ما تاليش ان احنا سيبنا اي علامه استفهام بالنسبه للفريق، و يعني مساله التعاقد مع كيلوبالي انا عارف ان كانت اولويه اولى بالنسبه للجهاز الفني. قول لي بقى ايه اللي حصل. شوف دلوقتي الناس اللي بتتابع الصفقات وبتعتبر ان الصفقات ده عباره عن سبق، مين يجيب اكتر، مين يعمل، مين، انما هو بالنسبه للنادي الاهلي دائما دائما الصفقات هي ما يحتاجه الفريق. الناس طلبوا دعم الدفاع، فجه الجزار، وجه تحت السن، وجه علاء احمد علاء، وجه اخيرا كولوبالي. فانت جبت ثلاث اجيال، واحد منهم خبره افريقيه عريقه جدا، كولوبالي ده سالف كولوبالي المالي، هو مدافع مازيمبي الكونغولي اللي فاز مع مازيمبي بتاني العالم، دي مهمه. تمام. يعني مش وهو اتمرن مع كارتيرون، ده مرنوا في كل حته. فانا مرنوا في مازيمبي، ومرنوا في منتخب مالي، ومرنوا في النادي الامريكي اللي كان كارتيرون فيه. اذا هو في قناعه من الراجل بيه بالظبط. دلوقتي الحته دي اصبحت بالنسبه للنادي الاهلي ما عندكش مشاكل فيها. عندك نجيب، وعندك ايمن اشرف، وعندك سعد سمير، وعندك هذا الثلاثي اللي ذكرناه، وعندك رامي ربيعه، اللي رامي ربيعه رجوعه سالما باذن الله هيدي لك اضافه لثلاث خطوط. الوسط المدافع اللي انت بتدور على حد، والسرد باك والباك رايت. فربنا رجعه بالسلامه، لان انت كسبت كده ثلاث لعيبه. يعني لو هو يرجع معافى باذن الله ويوصل لجاهزيته، انت عندك واحد يلعب لك في اي حته. تمام. اذا تم التعاقد مع سليف. خلاص كوليبالي. احنا ما عرضناش سنتين، هو يعني من ثلاث اربع ايام انهينا اجراءاته، ولكن كنا منتظرين الكشف الطبي عشان لما نعلن يبقى ما فيش اي ثغره في هذا تم الامر. تم التاكد من فهو ده بقى اللي انا عايز اقول لك عليه. عايز اقول لك الاسبوع الاشغال الشاقه الماضي ده، وليد ازارو خد اللقطه لانه كان معظم الجهد فيه. لكن في نفس الوقت انت كنت بتعمل يعني صفقه وليد ازارو، مش بس انك انت توديه وتاخد فلوس، ده انت بتوديه وتضمن فلوسك وتوجد البديل. ايجاد البديل برضه خد شغل، بتجي لنا ترشيحات بنتفرج عليها، بنبعتها للجهاز الفني، بنتواصل. عمليه التواصل عمليه مش سهله، انك انت بتشوف وبعدين اتفق انا وفضل، واذا كنا محتاجين دعم قانوني يبقى المستشار حلمي، وثم نرجع الى كابتن خطيبه الذي يرى ان نستطلع راي الجهاز الفني باستمرار، فبنروح مستطلعين راي الجهاز الفني ونرجع نعيد اللفه في كل اتجاه. فانت كنت بالدعم وبتحاول تخرج ازارو بشكل لان وليد ازارو، خليني اتكلم الاول على وليد ازارو. وليد ازارو جاله عرض، العرض الخاص بوليد ازارو 2.5 مليون يورو في السنه. 2.5 في السنه له. تروش اي حد طبعا. قدامك حل من ثلاثه. اذا قلت له لا، يبقى انت هيقول لك طب وانت بتقعدني وتضيع عليا فرصتي، و و و هتعوضني ازاي؟ طب هتيجي تعوضه، يبقى لازم تعوض، يعني هتخش في سكه انك انت ايه، تبقى بتفتح على نفسك فتحه. خاصه انك انت لما بيجي لك 8 في الاخر 8 مليون
1.6 يورو اكتر من 10 مليون دولار 10 وشويه، ما فيهمش عمولات، ما فيهمش عمولات، مش هتدفع عنهم اي عمولات، واخد بالك؟ فاصبح انك انت بتحط ازاره هنا والمبلغ ده هنا، لو انت رفضت لمجرد رفض فني يبقى انت اشتريت وليد ازاره بال 10 مليون دولار، وفي نفس الوقت ها صدرت مشكله بينك وبين اللاعب اللي هيقول لك انت ضيعت عليا فرصه. ما جينا نبحث هذا الملف يا استاذ ابراهيم، تحسبنا لكل الاحتمالات. تحسبنا لكل الاحتمالات. وهنا لازم اشيد بـ 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 بالعلاقه والهرمونيه اللي في فريق العمل اللي اشتغل في هذا الامر. جميل. انا قلت لك قبل كده انا متوسم خيرا في محمد فضل. صحيح. قلت لك اسبابي، لاعب كره محترم، شخصيه هايله، مؤهل بشكل كويس، محامي، انجليزي، فرنساوي، عنده الامانه، عنده الشغف اللي موجود اللي ينجح اي حد، حماس، عنده الاخلاص. صحيح. راجل في عز ما كان ظرفه صعب تجاوز وجه واشتغل لك في ملف المدرب وبعدين في ملفات الانتقالات وهكذا. والمستشار حلمي عبد الرازق بخبرته اللي مثلا بعد كل ده ممكن بكلمه واحده يدي لك الكبسوله اللي فيها الخلاصه. فكان انك انت تشتغل هذا العمل الجماعي، وانا طبعا عندي حراره لكن حراره الاهلي دائما تتفوق، فكنا على اتصال والله والله بدون مبالغه. عارف يعني عارف. انا كنت احيانا اقول لهم يا جماعه الساعه 5 صباحا بعد صلاه الفجر بقى والنهار بيطلع، طب سيبني بقى فضل وكمل انت، اكتشف انه ينام الساعه 7 الصبح ونصحى الساعه 9 الصبح على 9 ونص عشان نراجع بعض ونكمل ونستأنف. بتخلص كلوبالي، بتختار الجهاز الفني، بتتفرج على لعيبه، وفي نفس الوقت بتشوف موضوع ازارو. موضوع ازارو كنا واخدينه يا جد يا مش جد. وانا قبل كده قلت لك الديليشس ديل او الصفقات المغريه بتبقى بتخض شويه وبتخليك انت تتلخبط. فكنا واخدين كل الاحتمالات، لكن انا قبل ما اعلق لك على الاحتمالات يا ريت جبت لنا الكابتن محمد فضل. كابتن محمد مساء الخير. طيب هو يحكي لنا. النور طبعا بسلم على حضرتك طبعا استاذ ابراهيم، بسلم على كابتن عدلي طبعا. اهلا بيك يا كابتن. يعني الحمد لله طبعا الواحد بيتعلم من كابتن عدلي طبعا، وانا دخلت لسه سمعت الكلام فعلا يعني انا يعني لا يعني كان يعني احنا تعبنا شويه، بس هو مش تعب سلبي، تعب ايجابي في التعلم، بتتعلم بتشوف مواقف، والحمد لله ان ربنا بيوفقك. ورك شوب قوي يعني زي ما كابتن عدلي قال، يعني كابتن عدلي ومستشار حلمي وطبعا حضرتك عارف الفرق التوقيت بين الصين ومصر، وطبعا وهم نايمين احنا صاحيين واحنا صاحيين هم نايمين. يعني وكنا بنتعامل بمنتهى الامانه. كابتن عدلي يمكن من الاول انا ممكن ما يكونش هو قال لحضرتك، لكن كابتن عدلي من الاول كان قايل لي ان يعني موضوع مش مريح يعني طبعا من اول يوم، ولكن في حاجات كنا بنشتغل لغايه اخر لحظه بنعمل لمصلحه النادي بنتعب. في الاخر المقياس هو الناحيه القانونيه فقط، مش باصين لارقام. الارقام دي كانت في الاول خالص، وعملنا كل الحاجه والله حضرتك استاذ ابراهيم بجد بما يرضي الله بناحيه احترافيه 100%. يعني لو في حاجه اكتر من 100%. طيب وانتهت الى عدم اتمام هذه الصفقه، وسابت بعض الخيوط اللي لازم واحد زي حضرتك هتجاوب لنا عليها علشان الراي العام يبقى شايف ايه بدات ازاي والتعثرات كانت ليه وانتهت بهذا الشكل ليه. اتفضل من البدايه خالص. هي انتهت الى الخير يعني. تمام تمام. انتهت الى عدم اتمام الصفقه، انتهت الى الخير للنادي الاهلي. تمام. من وجهه نظرنا طبعا بالبدايه طبعا وانا في روسيا وعلى طول كنت بكلم كابتن عدلي وكان بيجي لنا عروض وابتدينا ندرس العروض وابتدينا يحصل تفاوض. وصلنا العرض زي ما كابتن عدلي قال طبعا 8600 مليون يورو. بعتنا ورق، انا باعت ميل وباعت اوفيشال لاتر من النادي طبعا ومختوم من النادي وكل حاجه لنادي هيباي طبعا البورتون التشاينيز كلوب ده. وبعت له، بعت حتى المحامي بتاعهم الانجليزي مكتب المحاماه. حضرتك عارف دايما الانديه
بيبقى ليها مكاتب محاماه متخصصه بامور التعاقد. تمام. بعت قلت لهم ابعتوا لي ما يفيد ان النادي ده بيمثل بيمثل النادي. بعتوا لي فعلا ابتدينا التفاوض. من اول يوم تفاوض طبعا خلاص الامور بقت طبعا مستشار حلمي كابتن عدلي وانا طبعا احنا الثلاثه يعني لحظه بلحظه بجد يعني ما فيش معلومه كانت بتعدي كلنا كنا على طول كنا بنرد على طول. بعتنا خطاب انا هجيب لحضرتك طبعا الكونكلوجن بقى من الاخر يعني علشان هي دي المفيده يعني بما يرضي الله بمنتهى الامانه ومنتهى الشفافيه قدام الناس عشان تبقى هي عارفه. وليد كانت رغبته ان هو يمشي حصل موافقه من لجنه الكوره ان وليد بالعرض ده يعني يبقى في موافقه. ابتدينا نبعت بعت خطاب الخطاب اللي انا بعته موافقتنا على المبلغ كاش. تم الرد عليه بستامب بختم النادي الصيني. وفتحنا ده معناه ان هم موافقين خلاص موافقين كاش موافقين ان الفلوس تبقى كاش 8600 يورو 8600 كاش. وبعد كده فوجئت طبعا بوكيل اللاعب بيكلمني وطبعا الشخص مش هقول المحامي ولكن ان هو ما طلعش محامي يعني هو مكتب المحاماه شهير طبعا ولكن الشخص مش محامي وده واحنا بنتفاوض راجل يعني بعيد عن 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 عن, عن اللوائح والقوانين حتى الاسانيد القانونيه مش عارفها. انا بقول لحضرتك بمنتهى الامانه كان على طول بيرجع يعني ممكن يكون شخص ممثل النادي ولكن كان بيرجع ممكن لمديره او رئيسه. انجليزي هو مش كده؟ انجليزي. هو انجليزي وكنا قاعدين بنتكلم طبعا في كل التفاصيل. بعت لحضرتك الجواب وافق على الجواب ختم النادي. لقيت مكالمه جاي لي من وكيل اللاعب بتقول يعني ان احنا هنبتدي نتكلم في طريقه الدفع الاستولمنت نفسها. ابتدينا نتكلم ابتدينا نتناقش وصلنا لصيغه معينه ان احنا هناخد ال 8600. وكيل اللاعب وكيل اللاعب مصري هنا. وكيل اللاعب مصري تمام. واخدنا اتفقنا على طريقه الدفع. طريقه الدفع هي كاش في مبلغ 5 مليون ثم مليون في اكتوبر ثم 2600 في يناير. وخلاص تم اتفاق تماما. بعت ورقه لوكيل اللاعب بالموافقه على المبلغ زائد البروفيجنز اللي احنا حطينا الشروط بتاعتنا. تمام. الشروط بتاعتنا كانت كالاتي ان اللاعب لا يحق طبعا للنادي ان هو يبيع اللاعب او يعني في حاله بيع اللاعب او اعارته احنا بنستحق مبلغ 15. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الكلام على نزاهة التحكيم، الكلام عن عدالة الحكام، الكلام على سمعة أصحاب العدالة نفسهم. المسألة في كأس العالم كانت على المحك، كانت على المحك بعد التطور الجديد اللي اتعمل بحكام الفار اللي هو مساعد الحكم بالفيديو اللي بيراجع الحكم في القرارات وبيقول له شفنا قد إيه كانت مثيرة للجدل. لكن والناس كلها والعالم كله مشغول بالحديث عن ايه الحاجات الغريبة جدا، ايه اللي الحكام بيحسبوها وايه الحكام اللي بيصمموا عليها، وحكام في حاجات غريبة جدا بيتحدوا قرار الفار ويصمموا على قرارهم. وكل ما الناس تتكلم في حاجة لا، سمعة الحكام، نزاهة التحكيم، أصحاب العدالة، وكأن الناس ديت كائنات نزلت من السماء، ما هماش بشر. لما يخطئ الحكم يبقى الدفاع عنه الحكام بشر. طب هم لما يفسدوا؟ ايوه لما يفسدوا بشر، لما يرتشوا، لما يقعوا في الرذيله هم بشر ولا ملائكه؟ بحكم هذا التكوين البشري وبحكم هذه المسؤوليه الاتحاد الافريقي الحقيقه ما دفنش راسه في الرمل، والقائمين عليه عارفين ان هم عندهم بركه فساد، بركة فساد بالمعنى الحرفي. لما حد بيجرؤ شوية في متابعة لجنة الحكام الأفريقية بيقدر يفصل ويشطب ناس، يشطب حكم زي نيلامبتي صاحب دراع نرامو في مباراة الأهلي والترجي الشهيرة، يتشطب مدى الحياة ويتقال لك ما يدخلش ملعب. ومتابيلا قبليه بطرس متابيلا حكم مباراة السوبر الأهلي والزمالك في 94 في جنوب أفريقيا، يتظبط بعد كده في جنوب افريقيا متلبس في رشاوي ويتشطب مدى الحياه. لكن كل دي كانت حالات فرديه وكلها كانت حالات من الدول بتاعتهم
او ان الاتحاد الدولي يبص عليهم شويه زي اللي حصل لنيلمبتي. الجديد انه الاتحاد الافريقي هذا الاسبوع ياخذ على عاتقه ان يتطهر. فجاه قرر احمد رئيس الاتحاد الافريقي الجديد انه الكره الافريقيه لابد ان تغتسل ولابد ان تنفض عنها هذه الوقائع شديده الفساد والتسيب، فياخد قرار شامله بشطب عدد كبير من الحكام، والثابت انهم مرتشون. المرتشين في الاتحاد الافريقي قائمه ضمت 11 حكم تم ايقاف بعضهم مدى الحياه، ما حدش فيهم هيهوب من الملعب، وفي ناس اخذت سنوات طويله مختلفه عشان تاخد فرصه يمكن ربنا يتوب عليها وتهتدي شويه وتتلم شويه، وفي ناس لسه كمان معروضه على التحقيق في انتظار عقوبات اشد او براءه. 11 خدوا جزاءات و11 بيتحقق معاهم كلهم من غانا. كلهم من غانا بالظبط. يعني انت عندك عندك من جنوب افريقيا، عندك من كوت ديفوار، وعندك من بوركينا فاسو، وعندك من جامبيا، وعندك من مالي، وعندك من موريتانيا، وعندك من النايجر، وعندك من توجو. دول اتعاقبوا. في 11 واحد من غانا بيتحقق معاهم. 10 من غانا وواحد من ليبيريا. واحد من ليبيريا. والاسماء كتيره يعني. يعني حاجه يعني لو 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 هنستعرضها، بس في حتى الايقافات تاخد عريضه الاتهام والايقافات يا باشمهندس. يعني لما يبقى عندك مارو رانجي ده حكم مساعد من كينيا ايقاف مدى الحياه من كل الانشطه المتعلقه بالكاف. السيد بوكاري اودراجو من بوركينا فاسو ايقاف 5 سنين عن كل انشطه الكاف. دينيس ديمبلي الايفواري 6 سنين. ماريوستان الايفواري 2 سنين. بيفاليري جوهو الكوت ديفواري 2 سنين. كوليبالي ابو ده حكم من كوت ديفوار 2 سنين. خلي بالك في منهم طاق يعني بيبقوا حكم والمساعدين بتوعه. وفي عدد تاني تم ايقافهم لمدد معينه وكمان محلين للاتحاد. يعني انت هتتوقف وهيتحقق معاك ايه اللي هيتم بعد كده في ضوء التحقيق، يا اما هتزود الغرامه او العقوبه او هيثبت براءته. تم ايقاف الحكام التالي اسمائهم مبدئيا بانتظار مثولهم امام لجنه الانضباط يوم 5 اغسطس. برضو معظمهم غانا، وفي من النيجر، وفي من مالي، وفي من موريتانيا. الحكم العربي الوحيد ديمبا بوبو الموريتاني ده حكم مساعد ايقافه 5 سنين كمان. و شمال افريقيا يمكن ما حدش طالوا العقوبات يا باشمهندس من العرب، يعني الحمد لله سمة حكامنا العرب ما طالتهاش هذه المقصله. نحمد الله حتى الان. ولكن هذا يشير الى ان ايه؟ عندما يكون هناك حساب لازم يكون في ردع، وفي ده بيؤمن لك التحكيم. يعني انت تفتكر التحكيم السنه الجايه في افريقيا لازم حقيقي الاداء هينضبط اكتر من كده. لابد، واخد بالك؟ لكن ان انت تسيب الامور وتعمل نفسك مش شايفها، وبرضه خلي بالك ان ما فيهاش اسماء مشهوره قوي. دي بتقودنا لحته تانية. هل في كلب مكيالين ولا؟ وان كان ده خطوه مهمه، يعني حتى انا لو هذا بيحدث يبقى دي خطوه مهمه علشان المرحله القادمه من التحكيم. يستوقفني هنا الموقف في مصر. بمجرد ما تيجي تقول اي من التحكيم هناك الحساسية المفرطة بقى والحصانة. أنا معلش لما قلت لهم قللوا البرد ما قلت لهمش اقفلوا التكييف. الناس حبوا يجملوك عشان راجع من البرد. لا قافلين، هم قافلين لنا التكييف خالص يا شوارع. وانت ابتديت تعرف وانا حبيت يعني لا يعني جامل المهندس عدل بس مش قوي كده. بالراحة بالراحة.
فانت دلوقتي كل اللي يعنينا ايه؟ هو احنا عايزين ايه؟ عايزين نهاجم التحكيم ولا عايزين نضمن العداله، وخصوصا احنا داخلين على موسم صعب جدا استاذ ابراهيم، لا يمكن تقبل ما حدث في الموسم الماضي خاصه اثناء فتره الشهر الاخير وكاس مصر. طيب لابد ان نعمل وقفه يا جماعه. انا لا بقول ان في حد مرتشي ولا بقول يا جماعه على الاقل ما تكافئش الغلطات. مش معقول ان احنا حكم الاهلي والاسيوطي وضربه الجزاء اللي اتمنعت بالايد العناد بقى، طب احنا هنكرمه يمسك تاني ماتش احد يعني ماتش مهم الزمالك اللي بعديه نفس الحكم بدل ما يعني يحاسب شغل التكيف بدل ما يحاسب، لا بيكرمه كان المساله فيها عند، ما احنا مش هنعند على حساب الكوره اخواننا في مصر. الكابتن عصام نفسه الذي كان يستاء، وهذا يعني مفهوم منه لانه راجل مسؤول عن التحكيم وعضو مجلس اداره الاتحاد، ولكن ايضا هو لما كان مسؤول عن البعثه ونائب رئيس البعثه مش راح انتقد التحكيم في كاس العالم؟ انتقد التحكيم وحس بالازمه ولم يتذكر ولم يذكر ان الحكم بقى بشر، وان لا وان دي اخطاء تحملوها، او ان الحكم له حصانه ما حدش يجي ناحيته. ده حذر وهو لو كان متاح لاي حد فيهم يعترض على الحكم بتاعنا اللي بيراجع الفيديو ويصمم على قراره، دي كارثه يعني. لا هو حذر يعني قبل مباراه روسيا كمان يعني هو كان متوجس. طب احنا لما بنقول كده يا جماعه بلاش التحكيم الفلاني عشان نعفي الحكام من الحرج، يا جماعه طالما ان الاهلي والزمالك مقرر لهم حكم اجنبي بقالهم يجي 30 سنه مره واحده ليه تيجي تقول لا حكم مصري؟ اصل الماتش مش مهم. لا مفيش ماتش مش مهم، ده في تاريخ بيتكتب وفي حاجات كتيره ترتبت على المباراه دي. طيب عايز اربط بين ان الاتحاد الافريقي يحط ايده في عش او في بركه الفساد بالجراه ديت وياخد هذه القرارات. على فكره في حكام مشاهير، يعني الحكم المساعد رانج الكيني ده حكم مباراه الاهلي والوداد المغربي اللي فاز فيها الوداد 1-0، كان هو المساعد الثاني، وحكم مصر والكونغو 2-1، وحكم الاهلي وزاناكو، يعني حكم وحكم الزمالك وسان داونز، وحكم جنوب افريقيا ومصر. الحكم المساعد اصل مشكلته ما حدش تنبه ليه، مع انه هو اخطر اكتر واحد دلوقتي. طبعا هو اللي يقول لك دي اوفسايد، هو اللي يقول لك دي لمسه يد، هو اللي يقول لك دي ضربه جزاء، ده هو اللي بيظبط العمليه. دينيس ديمبلي الايفواري ايقاف 6 سنين، ده حكم مباراه الكونغو ومصر ضمن التصفيات الاخيره، حكم الزمالك وكابس يونايتد، حكم يانج افريكانز والاهلي اللي تعادل 1-1، حكم الزمالك اللي كسب فيها انيمبا 1-0، ماريو ستان الايفواري كان حكم مساعد الحكم مالي ومصر أنا بس في امم افريقيا، حكم الكونغو ومصر 1-2، حكم الزمالك وانيمبا اللي فاز فيها 1-0. طيب انا كان نفسي بس ايه استكمالا لهذا الامر كان يا ريت يقولوا لنا الوقائع اللي تترتب عليها هذه الجزاءات عشان دي النماذج اللي الناس هنشوفها. بس خد بالك هي فيها بالذات وقائع خاصه بادارتهم لمباريات فسدوا فيها في بلادهم، يعني مش تحت ما انا فاهم ما هو يعني انت تفسد قدامي اوكي، تفسد في بلدك حاسبك لا احنا عايزين يا جماعه التحكيم عادل في كل الاحوال. الموسم الجاي تاني وتالت صعب جدا في مصر. افكرك بالنسبه لبتروس متابيلا حكم السوبر في 94 اهلي وزمالك، كان محمد يوسف هو اللي طرد المدرب دلوقتي، هو اللي اتطرد. بس قبل طرده اتعامل معاه فاول نموذج من ايمانويل امونيكي اعتقد وقتها، اتفرجوا على حجم العنف بتاع ايمانويل اللي ما خدش فيها انذار. بعديها محمد يوسف اظن اشرف يوسف اللي. لا ما هو محمد يوسف بياخد الكوره من ايد اشرف يوسف عشان يلعب اوت، قام طرد يوسف طرد محمد. افكركم بكوره بعض اللقطات من ماتش السوبر ده. ايمانويل انا جددت عادي خلاص، يعني انا جددت من فترة كبيرة جدا، عمري دلوقتي مع زايد على النادي الاهلي، والناس كلها عارفة المواقف بتاعتي، مش عشان مثلا فلوس زيادة من 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 نادي معين او من نادي بره هسيب النادي الاهلي. لا النادي الاهلي ده بيتي، وده اللي انا اتربيت عليه، وده النادي اللي ركبنا عربية واللي خلاني اتجوز واللي جاب لي بيت اقعد فيه كويس، فاستحالة هسيب النادي الاهلي طبعا.
انا على طول بوقع على ابو اياد انا. كيف يا شوارب ما اثرتش علينا احنا لوحدينا، اثرت عليكم انتوا كمان. ده حسام عاشور وهو بيتكلم عن علاقته بالنادي الاهلي وفضل النادي الاهلي وقيمته عليه. لكن شوارب كده عنده كارت اصفر يا باشمهندس. مش عارف هو ده الاصفر معلق بقاله مده. طيب نشوف لقطات من مباراه السوبر وباتروس متابيلا اللي طالته العقوبه الشديده. وتروح كوره يا تريان يا تريان يخش. الكرة في رجله اهو، انما اعتقد ان نادي الزمالك هيبدا عندك نصار يميل على الجبهه اليمين عشان يعاون اشرف يوسف، والتحام ما بين يوسف واشرف، محمد يوسف واشرف يوسف، تشابه اسماء طبعا، وروح طيبه من حسام وضربه حره مباشره. للنادي الاهلي جد من كل كورة وما بيبصش للي معاه كورة فقط، انما بيبص لبقية الزملاء برضو بطرف عين. اهو اللاينزمان بيقول الحكم يا ريت الصورة تيجي، بينبهه ان في التحام، راح اهو وراجع له تاني بطرس بينبهه اهو اهو، هيدي انذار يا ترى لمين؟ لمحمد يوسف تقريبا، لان اللاينزمان لاينزمان اري سلتاتوس نادى الحكم وقال له حاجه وعلى طول طلع كارت الاصفر لمحمد يوسف. ست انذارات، ده كارت احمر. يعني ده يعمل الكارثه بتاعته بيتروس متابيلا في 94، لكن بعد 10 سنين في 2004 يتم ثبوت تلقيه لريشا في جنوب افريقيا ويشطب مدى الحياه. بس اللي عمله في ماتش السوبر مش طبيعي، هنعيد لكم تاني نشوف العنف اللي عمله ايمانويل امونيكي مع اسامه عرابي وبعد كده يطرد محمد يوسف. وتروح كرة لياسر ايان، ياسر ايان يخش. الكرة في رجله اهو، انما اعتقد ان نادي الزمالك هيبدا عندك نصار يميل على الجبهة اليمين عشان يعاون اشرف يوسف، والتحام ما بين يوسف واشرف، محمد يوسف واشرف يوسف، تشابه اسماء طبعا، وروح طيبة من حسام وضربة حرة مباشرة. للنادي الاهلي حكم صاحي جدا وقريب من كل كورة وما بيبصش للي معاه كورة فقط، انما بيبص لبقية الزملاء برضو بطرف عين. اهو اللاينزمان بيقول الحكم يا ريت الصوره تيجي، بينبهه ان في التحام، راح اهو وراجع له تاني بطرس بينبهه اهو اهو، هيدي انذار يا ترى لمين؟ لمحمد يوسف تقريبا، لان اللاينزمان اللاينزمان اري سلتاتوس نادى الحكم وقال له حاجه وعلى طول طلع كارت الاصفر لمحمد يوسف. ست انذارات، ده كارت احمر. شفتوا براءة الحكم؟ شفت الابتسامة الوديعة؟ فكرني برياض الأصابجي لما يعمل بريء في الأفلام.
يعني حاجه مش ممكن. الفاول لمحمد يوسف وكره اتحطت تنتهي بطرد محمد يوسف اول مره، والفوز يتنفذ لصالح الاهلي. يعني حاجه غريبه جدا. انما لما تيجي تقول لي بقى ما في كل مره المصيبه اللي بتحصل ضد الاهلي، لكن الايقاف لوقائع لا علاقه لها بالاهلي. حتى لو بعد بس ما نشوف محمد يوسف علق على دي ازاي، حتى وقعت انرامه، بس نشوف محمد يوسف فسر إيه؟ اللي حصل بيه. الزمالك اطرد منه نبيل محمود في الدقيقه الاولى، كان الحكم الدولي جمال الشريف مظبوط ساعتها، واتكرر بقى الطرد ده بس معاك انت بجوهانسبرج لو تفتكر. جوهانسبرج جوهانسبرج انا كنت سمعت خالد الغندور قال قصه الطرد، بس انا فاكرها غير كده. كان لما تبيلا الجنوب افريقي، وكانت حاجه بينك وبين اشرف يوسف. لا ده حقيقه لا بس انا اصلا خالد قال ان انت جبت لحسين عبد اللطيف رباط صليب. انا فاكر انه لا انا هقول لك على احداث هي هي المباراه دي، وكان القرار بتاع الكارت الاحمر بتاعي كان في الشوط الثاني. في بدايه الشوط بعد 10 دقائق من الشوط الثاني. هو اللي حصل حصل ان كان في فاول ليا. اشرف يوسف عمل معايا الفاول. فاول ليا. فاللي حصل ان اشرف يوسف زي ما تقول يعني استفزني او مسكني ماسكه. انت زقيته كده. فانا خبطت ايده. هو ايدك ما جاتش على وش ايده. ليه؟ هو مسكني ماسكه ذكيه جدا. هو مسكني من زوري. قال يعني بيطبطب عليا. بس مسك. فانا مع الهوا فخبطت ايده. قلت له اوعى ايدك. فراح واقع. راح واقع. اللاين مان الله اعلم قال ايه لل لقيت الراجل ايه قال لي جو انسايد اند تيك ا شاور. قبل ما اطلع الكارت قال لي جو انسايد اند تيك ا شاور. خش جوه وخد دش. خد دش. فانا ايه انا حتى لو رحت لافف و خلاص هتعمل ايه بعدين. من قبل ما اطلع الكارت. كان لسه قبل ما اطلع الكارت. ما هو ممكن يطلع كارت اصفر. بس جو انسايد تيك ا شاور يعني. خلاص. فانا اول واحد عرف قبل ما اي حد يعرف ان انا هاخد كارت احمر. وانت عارف الانجليزي كويس اصلا كمان. ده الحكم بيطرده وبيهرج معاك. لا مش بيهرج، بس محمد يوسف ما انتش عارف عامل فيه ايه. ما رضاش ياخد دوش. طيب طبعا شفتوا بعد كده انرامه في الواقعه الشهيره بتاعه الاهلي والترجي اللي كانت غريبه جدا. يعني مفيش ابدا اي حكم. ده انرامه ضيعت الاهلي. ده بطوله على الاهلي. جورج لامبتي الحكم الغاني اللي ضيع بطوله كامله على الاهلي في هدف شديد الغرابه والعجب. اظن هو ابوه اتشطبوا. ابوه اتشطبوا. ابوه كان مراقب في الاتحاد الافريقي. وهو كان مراقب مباراه مصر وزيمبابوي اللي تعادل في كاس العالم. يعني ادي ادي عشان اللي يمكن اللي نسي اللقطه ديت يشوف ازاي الحكم المرتشي اللي بعد كده ثبت فساده واتشطب ازاي يحسب هدف بهذا الشكل. وانه الاتحاد الافريقي لما اخيرا يقرر يبص بعين الحسم شويه لحكامه دي مش من فراغ، لانه فعلا وقائع مؤثره جدا. تصرفات للحكام وبعدين يتقال حكم بشر. اوكي بشر، البشر يخطئ ويصيب ويحاسب ويحاسب بالظبط. ف يعني ما اعتقدش ان في اي حد يقدر يتجاهل هدف بضربه يد بكل هذا الوضوح. ده طاير مادد ايده. مادد ايده على الكره الطايره. يعني بيدافع. مادد ايده على اخرها. عموما نتمنى الموسم الجديد عندنا طبعا ظلال هذا القرار الحاسم من الاتحاد الافريقي من الطبيعي ان هي تاتي ثمارها بمزيد من الحسم والانضباط في اختيارات الحكام في المباريات الافريقيه وبالتالي مراقبه ادائهم. لكن كمان على المستوى المصري احنا داخلين في موسم شديد الحرج والاهميه. عندنا حكام محتاجين نساعدهم. عندنا حكام اتمنى سياسه اختياراتهم للمباريات، الجدل اللي اثير في الموسم الماضي، التدخلات اللي بتحصل، الانديه اللي بتفرض حكام بعينها، الانديه اللي بتتجنب حكام بعينهم، الانديه اللي بتشترط اسماء بعينها او تطلب اسماء بعينها ما تروح لهاش فتروح للمنافس. دي كلها تدخلات في سياسه الاختيارات. اتمنى ان اتحاد الكره ولجنه حكامه من البدايه يكون ليهم صيغه واحده. من البدايه هنسمع ايه سياسه عمل هذه اللجنه. لو هي المساله انه ما فيش حد هيكون له من حقه يختار حكام بعينهم يبقى ده شيء رائع.
مفيش حكام تفصيل يبقى يا ريت. عايز اراضي فلان وعلان، اراضي فلان فابعت له الحكم العلاني او الترتاني او ابعد عنه فلان وفلان لانه قال انا مش عايز علان او زيدان. لا، أندية موجودة حواليها علامات دايرة كبيرة، تأثيرها في قرارات التحكيم هتبقى ازاي؟ هتبقوا على المحك، هتبقوا على المحك بجد. زمم الحكام، أخلاق الحكام، سمعة الحكام، سمعة الاتحاد المصري عند الجمهور، كل شيء على المحك. عندنا ثقة الكاملة انه كل حكامنا نزهه فعلا حاجه يا استاذ ابراهيم، وعلى درجه من احنا النقابه الشفافيه يا سيدي، لكنه احنا من عندنا هنا زي ما المهندس عدلي قال هنبداها بالدعم، الدعم الايجابي، بس الدعم الايجابي اليقظ، اليقظ جدا. في اخطاء بشر، في اخطاء بشر، لكن الشيطان يسكن في الاختيار، اختيارات حكام بعينها عشان يروح يخدموا فلان أو يدعموا زيدان أو النادي الفلان محتاج باكينج نقف معاه، هتبقى المسائل واضحة. الأمور فيما سبق كان مجرد كلام. إحنا النهاردة الاتحاد الأفريقي بيقول لكم لا، الحكام ممكن يرتشوا وممكن يفسدوا ويستحقوا الشطب. عندنا ثقة إن حكامنا والحمد لله بره كل هذه الدوائر السوداء. مش من هذه الفئة بإذن طبعا الله. لكن ما تحطهمش تحت هذه الخانة، ما تعرضهمش للشكوك الجماهير، ما تعرضهمش للرجم الإعلامي. أندية بعينها هتتجامل، أندية بعينها هتتأثر على قرارات مبارياتها. نتمنى أن ده ما يكونش موجود، عشان فعلا الكل يساهم في أنه التحكيم المصري راح كأس العالم في جهاد جريشة، عنده فرص أنه يكمل، وعنده فرص أن حكام غيره يروحوا، وعندنا فرص أنه حتى حكامنا في المحفل الأفريقي ياخدوا مساحة ظهور أحسن من كده شوية. كل ده مش هيحصل الا من خلال المسابقه المحليه بتاعتنا. على فكره يا استاذ ابراهيم، ده يعني السنه اللي فاتت على المستوى الاتحاد الدولي حصل حاجات ما حصلتش قبل كده، يعني ضربه جزاء اللي هي المفروض التقدير الكامل للحكم، ما حدش بيناقشها كان، انما تتعاد ماتش جنوب افريقيا والسنغال ويؤدي هذا الامر الى وصول السنغال بعد كده شرفتنا ابعاد الحكم وابعاد الحكم، لكن اتعاد علشان الناس شافت ان دي ضربه جزاء وهميه، يعني دي لاول مره نشوفها طبعا. فاذا هناك عندما يتاكد لك ان ثمه خطا، من فضلك خد قرار، مش اطلب مش اكتر من كده. يطلع الخطا ده خاص بالاهلي، خاص باي نادي اخر، خد هذا القرار. العداله ان يشعر الجميع بان الخطا ما هوش مقصود بيه النادي الفلاني او النادي العلاني. كل اللي نطلبه سندعم ونبتدي بالدعم، وربنا يوفق في موسم قادم يكون فيه منافسه قويه شريفه تستحق ان تؤدي الى رفع المستوى، والاحسن باذن الله يتوج. نتمنى انه ضمن كل الاصلاحات اللي الاتحاد المصري لكره القدم بينتوي تنفيذها تكون لجنة الحكام. أنا على المستوى الشخصي أعلنت أكتر من مرة، أتمنى أنه كابتن عصام عبد الفتاح وكل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يبعدوا عن رئاسة اللجان. ما فيش مجلس إدارة يبقى عصام عبد الفتاح لو بره لجنة الحكام، لو بره مجلس إدارة الاتحاد هيكون أكفى من يدير اللجنة، لكن وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد مين يراقبه؟ مين اللي تابع رئيس لجنة الحكام؟ بمعنى هو بيعين حكام للأندية. هذه الأندية هو اللي هي اللي انتخبته. فأنت وده على فكرة مش لجنة الحكام بس، لجنة شؤون اللاعبين. ما هي لجنة شؤون اللاعبين أكثر تمس مع الأندية في عقوباتها وقيدها وغيرها من لجنة الحكام كمان. المبدأ نعيده مجلس الإدارة راسم للسياسات، ما هوش تنفيذي، مش نازل للعمل التنفيذي. فنتمنى إنه المهندس هاني أبو ريدة ضمن الإصلاحات اللي بينويها إنه يكون تجنيب السادة أعضاء مجلس إدارة عن رئيس لجنة حكام قوي، يحط لجان محترفة والراجل يحط لهم سياسات ويتابع عملهم ويقيمهم. نتمنى أن احنا نشوف حاجة جديدة، لأن الموسم الجديد صعب، الكل على المحك. اللي بيحصل في كأس العالم، هل مزيد من المفاجآت؟ هل انتهت هوجة مفاجآت المونديال عند هذا الحد؟ وماذا في كواليسها؟
بعد الفاصل معنا الناقد الرياضي العزيز الدكتور طارق الأدور ومراجعة مونديالية رقمية مهمة بعد الفاصل. تعرف كل حاجة عن المونديال، النتائج، المباريات، المواعيد، التحليل، الكواليس وأهم النجوم والأخبار. كل ده وأكتر في برنامج المونديال روسيا 2018. المية من إجمالي القيمة. طبعا اللعيب ما يرجعش مصر طوال فترة التعاقد إلا ويدفع مبلغ شرط جزائي عليه 5 مليون يورو حتى في حالة فسخ التعاقد. ممكن حضرتك وارد جدا بعد الشهر يحصل فسخ، فإحنا مأمنين نفسنا قانونا جدا جدا وشروط طبيعية. يعني هو أنت تحسبت كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل؟ طبعا. إنه لو حد هيجيبه هنا في مصر النادي الأهلي يستحق 5 مليون يورو إضافي. أنا قرار عدلي طبعا والمستشار حلمي طبعا قبلينا طبعا. لازم احنا بنحط كل الاحتمالات تمام، والنادي الاخر هو يرغب في شرائه، فانا ليه يفكر في احتمال؟ ما هو طول ما انت سليم الاحتمالات دي لا تمثل شيء يعني. بالظبط. فحطينا طبعا كل التفاصيل. الحاجه لحضرتك ان انا بعد ما بعت التفاصيل دي، انا بعتها على فكره، انا الارتكل دي كلها بعتها وبعتها قبل ما الممثل بتاع النادي يجي، وبلغت الوكيل ان لو سمحت. هو قال لي ان في ممثل جاي، قلت له يبعت لي خطاب رسمي ان هو جاي من النادي، في ممثل جاي، وبالتالي انا هستقبله في المطار، وهيبقى في طبعا ان احنا يقعد في اوتيل، وهتبقى كل حاجه من ضيافه النادي الاهلي، وهو ده الطبيعي. ما حصلش الكلام ده. بعد كده بعد ما الراجل وصل مصر لقيت مكالمه هاتفيه ان الراجل وصل، وابتدى الميل يجي لي ان الراجل ده يمثل النادي. ابتديت رحنا قعدت اول قعده قعدت 6 ساعات معاه. 6 ساعات عليه بيتكلم فرنساوي وبنتكلم انجليزي، وطبعا حضرتك كان 6 ساعات من التفاصيل الكتير جدا اللي هي مالهاش لازمه، انا باعت كده كده شروطي ومتوافق عليها. وصلنا ان هم حضرتك عاوزين يعملوا على عقدين، على عقد ب 5 مليون. حضرتك عارف هو بيقول لي ان النادي الصيني القيمه فوق 5 مليون دي بيبقى فيها ضرائب. ضرائب عاليه. ضرائب عاليه، وبالتالي احنا عاوزين يقسموا المبلغ على جزئين طبعا. بالحديث وبالتفاوض وبمكالمه كابتن عدلي ومكالمه المستشار حلمي قدرنا ان احنا نوصل ان هو على عقدين، مفيش مشكله، ولكن العقدين يكونوا مربوطين ببعض بشكل معين، واحنا مالناش شرف في الضرايب، يعني احنا مالناش علاقه بالضرايب. الضرايب دي احنا في الاخر برضو احنا مش هنتلاعب، احنا نادي الاهلي مفيش الكلام ده خالص، ولكن كقيمه لو على عقدين دي قانونا تجوز. يعني يجوز ان انا حضرتك ممكن ابيع حقوق اللعيب زائد الحق الانتقال، ده يجوز قانونا. أيوة. ولكن اتلاعب لا يجوز. فطبعا ده كانت واضحه جدا للجميع من الاول. فوجئت بقى بتلاعب لفظي في العقود، في تفكير ان احنا يبقى في حقوق مع شركه راعيه، بعت لي عقد من الشركه الراعيه. طبعا كان عقد سيء جدا، وبطريقه ان هو يعني ياخد حق رعايه النادي الاهلي لسنه 2020، طبعا كلام غير قانوني غير مسؤول تماما، من يعني مش هقول لحضرتك من حد قانوني، لا ده من حد هاوي ان هو يبيع العقد بالشكل ده. رفضت ان انا ابص عليه. يعني انا بصينا على اول بندين طبعا، وكابتن عدلي برده ومستشار حلمي طبعا، كان تهريج يعني. فابتدينا برده نستكمل التفاوضات وحسن النيه بتاعتنا، احنا عارفين طبعا كل التفاصيل، ولكن كان في حسن النيه لغايه اخر لحظه. طبعا كابتن يعني لجنه الكره كانت على علم بكل خطوه في الخطوات. ابتدينا حضرتك ناخد تاني يوم. حضر الاجتماع طبعا كابتن عدلي ومستشار حلمي، وزي ما بقول لحضرتك من اول يوم احنا مع بعض. قعدنا 7 ساعات. 7 ساعات بعد ما اتفقت 6 ساعات على البنود وعلى ان احنا كل حاجه تبقى واضحه، وتاني يوم هيبقى التوقيع. فبسال الراجل، انت راجل ممثل من النادي، هل يجوز لك التوقيع؟ قال لي لا يجوز لك التوقيع. قلت له طب انت جاي تعمل ايه؟ كل ده؟ ده اللي حصل. لا يجوز التوقيع. قلت له جاي تعمل ايه؟ قال لي جاي نتفق على صيغه العقد عشان احنا نوقعه كنادي اهلي واختمه وابعته للنادي الصيني يوقعه. وطبعا طلب مني ان انا ارجع اللاعب وليد ازار. طبعا
كان اتفقنا من البدايه برضو. هو هنا بس يا فضل، بس عايز يعني اشرح حاجه اقول للاستاذ ابراهيم. كان مساله ترجع اللاعب كانت فرصتنا الوحيده نكتشف مدى الجديه. قلنا له ما احنا هنرجع اللاعب. خلاص، هو بيقول لك ان يعني رجع اللاعب لان عندنا 48 ساعه والويندو هيقفل. فانت لازم تبعت العقد، لازم تبعت العقد بسرعه وبعدين يحول الفلوس. وابعت اللاعب عشان يمضي على العقود. قلنا لهم طيب هنجيبه. وماله، هنجيب كل حاجه. حضرتك كمكتب وكوكيل وكلاعب انضلنا انكم مسؤولين بالتضامن عن مستحقات النادي الاهلي، واي تقاعس انتم بتدفعوه. الاول وافقوا وبعدين رجعوا يعني رجع زمزق واحد قال لك لا انا اقصد ان انا يعني مكتبي يغطي شغل كده، انما هي دي زي قلت ايه ده كان بقى المحاك. وطبعا احنا مش ممكن كنا هنقول للاعب تعالى الا اذا كان الموضوع انتهى. بس انا عايزك يا كابتن فضل بعد القصه دي انا بس ايه. وفي حاجه يا كابتن على فكره. يا حبيبي اتفضل. احنا موضوع ان هو كان ان هم يضمنوا ده كان غير قانوني، ولكن دي كانت حيله ان انا اشوف نيه ال ايوه الشخص اللي اختبار النيه نفسه بالظبط. ولقيت طبعا زي ما كابتن عادل قال لحضرتك الامور طبعا. طب انا معايا فلوس في البنك بقيمتها 4.5 يعني كانت 4.5 مليون، وانا عندي واحد يعني اللي هو الشخص الممثل واضمن بيها ممثل المكتب يعني واضمنه. طبعا قلت له لو سمحت ابعت لي الاي دي، بعت لي الاي دي بتاعته على بعت لي طبعا كله حضرتك كان في سبيل ان انا في الاخر امضي مع شركه راعيه للنادي، وده مرفوض تماما. لا يجوز، ده لوائح فيفا ما ينفعش اتعامل مع طرف رابع. انا في طرف، في ثلاث اطراف، النادي ثم النادي الاخر ثم اللاعب. اللاعب ده اللي حصل طبعا. ف حضرتك كان في يعني احنا قلنا لهم طالما الشركه الراعيه فلوسها مضمونه كده خليها مع النادي. طب تفسيرك ايه يا كابتن؟ في والله بص حضرتك يا استاذ ابراهيم طبعا في تفاصيل كتير جدا ما كنتش حابب ان انا اتكلم، بس طبعا حق جمهور الاهلي علينا طبعا. طبعا احنا لازم نوضح طبعا. لا اول حاجه الصفقه كانت كبيره جدا في رقمها. رقم 2 للعيب هو هداف الدوري، فلعيب مهم جدا. رقم 3 مفاوضات اخذت وقت كتير ومجهود كبير منكم، ثم بعد كده ما تنتهيش النهايه اللي كانت المفروض تنتهي بيها، فلازم تبقى سايبه علامه. انا ما ينفعش اقعد 7 ايام في تفاوض ما بنامش في حاجه واضحه جدا. واضحه جدا يعني هو عقد واضح وعقدين في منتهى الوضوح وعقدين سهلين جدا، ترجمه عربي انجليزي حتى يعني لو عاوزني اشرحها له فرنسي كنت اشرحها له واحنا قاعدين. يعني كل حاجه كانت واضحه للجميع. في الاخر انا عاوز اقول لحضرتك ان حتى كمان في الاخر قلت له عشان اشوف مدى جديته يعني قلت له بعت له العقد على الميل طبعا وورد ان هو يغير الصيغه اللي انا عاوز اشوف ان هو ايه بيفكر فيها. طبعا اتكلم في كل التفاصيل، وطبعا انا كنت باعتهم واخد موافقه والكلام ده معايا كله، كل المستندات والدوكيومنتس دي كلها دي موجوده معايا. يعني اي حد طبعا لو بيشكك في الكلام لا الكلام كله معايا. طبعا لا طبعا حضرتك كلام كتير جدا، تفاصيل كتير، غير ان هي تفاصيل كتير. الشخص اللي قاعد قدامي ليس شخص قانوني بالمره، لا يجوز التفاوض، ليس مسؤول. لا هو يجوز له التفاوض ولكن لا يجوز له التعاقد. طيب ما هو ده برضه يا كابتن انا عملت حاجه في الاخر يعني طبعا انا عملتها على مسؤوليتي وطبعا بالتنسيق مع كابتن عدلي وطبعا مستشار حلمي، وهي ان انا قلت له ادي العقد اهو، غير لي وامضي لي واختم لي وهات العقد. طبعا واخر ميعاد الساعه 10 الصبح صباحا. برضه نفس الكلام حضرتك، كلام كتير دغي كتير. فطبعا في وجود عدم جديه، النادي الاهلي تعامل باحترافيه شديده، تعامل بحسن نيه. طب يعني بوضوح يا كابتن بوضوح، هل شرط الجزائر للعوده لمصر يدفع 5 مليون ده سبب ان هو المساله بالنسبه لهم يبعدوا عنها ولا ايه؟ لانه ذكرها مؤكد ذكرها. هو ذكرها برضه انا من حضرتك من الاول طبعا هي من ضمن الاسباب ان هو اعتراضه على فسخ التعاقد واعتراضه على الالتزام بناء. هو لو واخده للصين ايه المشكله؟ ما هو حضرتك دي حاجه. الحاجه الثانيه انا حضرتك انا برضو انا وانا بتفاوض يعني واحنا بنتفاوض مع نادي احنا بنشوف طبعا النادي ده جايب مين. الراجل ده النادي ده لسه جايب ماسكرانو وعنده لاباتي عنده لعيبه وعنده جيرفينيو عنده لعيبه طبعا جداً. طبعا ولكن انا في الاخر حضرتك يعني كل الكلام ده في حلقه في النص يا ابراهيم، في حاجه مفقوده، حلقه في النص مش مريحه. لكن انا بس كنت عايز بس ان فضل يحكي ليه. اتفضل. النادي
لو جاء لو انا بقول لحضرتك لو النادي ده كان جاد في التعاقد انا بعت العقدين كانوا يتمدوا يتختموا بالظبط في دقيقه. احنا كنا قادرين ان احنا حضرتك هنروح على طول بعتين لوليد. وليد كان هيعمل برنت وسكان للعقد ويمضي يرجع لنا. كل ده كان يعني يتعمل في 3 4 دقائق من غير حتى كمان تحويل الفلوس. احنا قلنا اول ما يعملوا السويفت كونفرميشن ان هو تاكيد ان الفلوس اتغيرت خلاص الموضوع انتهى. انا بقول لحضرتك احنا دخلنا في جميع التفاصيل. عشان كده انا بشكر كابتن عادلي وبشكر مصطفى حلمي طبعا ان الواحد اتعلم في تقريبا 7 8 ايام يمكن خبره كبيره جدا طبعا. والحمد لله ان احنا ربنا كرمنا عشان حاجه واحده بس. طيب انا بقول لحضرتك بكل امانه يعني الموضوع ده انا ما كنتش اتمنى اخوض في الموضوع ده طبعا ان كابتن عادلي عارف كل التفاصيل. كنت ان دايما احنا انا بدي مثل النادي الاهلي دايما زي واحد حضرتك طالع سلم ما اطلع سلم ما ابصش ورايا انا ببص فوق على طول خلاص حاجه اتقفلت خلاص ابص فوق ابص فوق بالزبط. ابص فوق احنا باصين فوق ملناش علاقه باي تفاصيل الموضوع انتهى. كنا نتمنى ان الموضوع يكون اكثر مصداقيه واكثر وضوحا صحيح. ولكن احنا عاوزين انا عاوز اقول لحضرتك حاجه اتمنى ان الناس تفهمها الجماهير. اتفضل. احنا من اول يوم احنا عارفين الكلام ده تعاملنا باحترافيه شديده احنا ما عندناش سذاجه خالص نعلم ان ممكن يكون في اي حد ممكن يكون ليه غرض ما ممكن تكون في اطراف مستخدمه لا نعلم الكلام ده جيد جدا نعلم ان الكلام ده ممكن يكون يعني انا بقولها على مسؤوليتي ممكن يكون الغرض منه يعني الهدوء الغرض منه ان هو ياخرك شويه احنا ما مش متاخرين احنا كل حاجه احنا عارفينها ودارسينا محدش خايف على النادي الاهلي النادي الاهلي طول ما في ناس محترمه ناس اهرام زي كابتن عادلي وزي المستر حلمي وزي مجلس اداره ما تخافوش عليه معانا جماهير قويه جدا ربنا يكرمنا صفحه واتقفلت ان شاء الله باذن الله نتمنى حاجه واحده بس يا كابتن دلوقتي انا بقولها كمشجع مش كمسؤول اتمنى دعم كامل لوليد ازارو عشان يركز الفتره اللي جايه باذن الله وهو ده النادي الاهلي على طول. ده كلام محترم جدا يا كابتن. اولا عايز قبل ما تقفل بقى برضو اشكرك على جهدك في موضوع كوليبالي لان دي الحاجات اللي بتضيع في الزحمه. انت كده يبقى اداره التعاقدات قد اوفت بالتزاماتها واحتياجات الفريق كما طلب منها صح؟ صح. وحضرتك يا كابتن عادلي انا كنت اتمنى ان الناس تعرف العبره مش بالكم العبره باختيار طبعا وفقا للجنه الكوره والجهاز الفني احنا عندنا لعيبه عندنا قائمه افريقيه في لازم تنسيق بينهم الناس لازم تعرف ان احنا اللعيبه اللي عندنا يعني اكتر لعيبه جيده واكتر لعيبه ممتازه في الدوري المصري فاحنا مش مع يعني مش عاوزين ده احتياجات الجهاز الفني ومجلس الاداره احنا مكتفيين باللعيبه فهي العبره مش بكم الصفقات هي العبره بان احنا نبقى احنا عندنا خطه بالنوعيه اللي انت محتاجها في التدعيم ده بالظبط يعني شورت تيرم ولونج تيرم احنا بالزبط. الحمد لله احنا كنادي احنا بقول لحضرتك احنا بنبص لنفسنا ما بنبصش لحد تاني زي ما بقول لحضرتك الحمد لله الفتره كويسه كوليبالي يعتبر يعني من اسبوع لعب في النادي الاهلي ولكن طبعا احنا مش من سريه ولكن راجل دايما في مراحل معينه راجل بيجي بيوقع بيخضع الى الكشف الطبي نتيجه الكشف الطبي بتطلع اللي بيعلن مدير الكوره او طبعا المتحدث الاعلامي او كابتن عادلي يعني بيبقى في خطوات معينه مش العبره بان انا اطلع اقول انا جبت صفقه خالص صحيح. العبره بالاحتياجات وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لحضرتك يا رب يبقى من نجاح لنجاح على طول البطولات باذن الله وقبل البطولات المبادئ ان شاء الله 100% يا كابتن شكرا جزيلا لكابتن محمد فضل مدير التعاقدات في الاهلي اللي هو بيعدد نقاط ما تخافش على الاهلي لانه فيه وفيه وفيه لا كمان لانه فيه ناس بتحب الاهلي فاهمه قوي ومحترمه قوي بالقيمه ديت يا باشمهندس شوف يا انا ليه كنت حريص ان كابتن فضل يجي ويتكلم ويقول هو التفاصيل عشان الناس يشوفوا عشان الناس يسمعوا وعشان الناس تعرف ان ربنا انا بشوف ان كابتن محمد فضل من اهم الصفقات اللي عملها النادي الله الأهلي. عليك رائع جدا وانت بتقدم حد معاك في شغلانتك لا انا جاي يا استاذ ابراهيم احنا مش هناخد اكتر من اللي فات صحيح وده الحرص على الاهلي انما احنا نطمئن على الاهلي لما نلاقي حاجه كده بتقدم كوادر اما تلاقي الكادر بقى اللي انت عمال تدور عليه بالمواصفات دي ويتجاوز كمان معاييرك صحيح وبعدين تختبره في موضوع شديد الوعر صعب كله مطبات لانه في انت لاول مره بتناقش عقد
يجي لك الشركة اللي هي عرض عليك الأوفر ها عايزة تقسم العقد بين النادي والرعاة، ده جديدة. فتبتدي تفكر ان لا هو ده اللي هيعطل الدنيا، يبقى ايه الضمانات؟ طب ما تديني فلوس الرعاة في الأول، وصل لي بقى انا فلوس الرعاة وخليني مني للشركة للنادي. يبتدي يتقال لك كلام تحله، يتقال طب احنا طولنا بالنا ليه؟ ممكن تيجي تقول ايه تضيع الوقت ده لما انتوا مش مطمئنين من الاول. هقول لك السبب. السبب اولا ان قد يكون الامر جد ولو بنسبه 10%. ثانيا انت لو ما خدتش الامر بالطريقه دي ممكن اللاعب يشعر بغضاضه ناحيتك انت كنادي. انت بتحافظ على اللاعب نفسه. انا بحافظ على اللاعب وبقول له انا لاخر وقت عايز احقق لك حلمك، لانه ضمن العرض هو هياخد من النادي الصيني 2.5 مليون يورو سنويا. وخلي بالك ان هم كانوا في مرحله ما متشبثين ياخدوا عموله من ال 8.6. فهو ازاره حلها ان هو هيكون مسؤول عن دي. فاصبح المبلغ فلوس الاهلي خاليه لوحدها، خاليه من اي التزامات للرعاة. الوسطاء. الوسطاء. انت طيب في احتمال بقى ان الموضوع يكون اشتغاله بيضيع لك وقتك وبيشغل لك لعيب عشان يحرمك منه. ادرس كل الاحتمالات. طب مشينا ليه؟ عشان اللاعب اما يشعر ان النادي خد كل الخطوات لتحقيق رغبته. اولا لازم تعرف إن لو كان الاهلي كان كسبان في كل الاحوال. لو الصفقه مشيت الاهلي كسبان، لانه كنا مجهزين البديل. وكنا هنعمل قرشين زياده. والبديل موجود. اتنين، طب الصفقه ما مشيتش الاهلي كسبان فنيا اكتر بقى، خسر شويه فلوس لكن فنيا اكتر. انك انت باللاعب انت كسبت هداف الدوري وما خدتش مكان في القائمه الافريقيه، دي نقطه مهمه جدا طبعا. اللي اصبحت القائمه الافريقيه شديده ملح يعني عايزه تحسب بالمزوره يعني. فانت في كل الاحوال ما انتش خسران. نمره ثلاثه، انت دلوقتي عارف انت لما واحد يمتحن نظري وينجح فبتقول له خش في الامتحان العملي. دلوقتي الكابتن محمد فضل كانت فرصه سانحه انك تسيب له دركسيون وتقعد جنبه تشوفه هيسوق ازاي. بس خلي بالك هنا في ضيق في الملف ده، احنا متعودين في مطب في الحته دي ما تاخدوش بالسرعه دي. ها؟ فمن تكتشف ان هو البرعه بتاعته انه وهو بيسمعك بينفذ ومش مضيع لك وقتك. فانت خلاص كده اطمأنيت ان عندك انا النهارده كراجل كان يعني من اول يوم تعاقدي ان انا اجي اعمل اداره وفيها ناس خلاص اقدر اقول لادارتي يعني عندك قدام شويه بقى عندك يعني فروة تقيل استاذنكم انا بقى والراجل ده هيشيل الليله باذن الله، لان هي لازم تحصل كده. وانا بقالي 5 سنين قاعد اتفرغ للعمل الاعلامي، مش عارف كل ما ابجي ابعد ظروف ترجعني. وما نقدرش ان احنا غير ان احنا نكون متواجدين حتى لو مش فيزيكال، يعني لو احنا مش جزء من البيرول او الجهاز الوظيفي. فانت طبعا في كل الاحوال بتخرج من التجربه دي الحقيقه كويس. اللعيب دلوقتي خلاص زي ما سمعت من امير هشام مركز وقال لك انا مع الاهلي وانتهى، وده يبقى انت عندك فرودك، عندك 3 حراس مرمى اعلى ما يمكن، 2 منهم كانوا في كاس العالم، عندك خط ظهر دلوقتي كويس جدا في مرونه، عندك واحد من الاستوبارات بيقدر يلعب باك ليفت كمان لو احتاجت الظروف، فعندك 3 ناحيه شمال. عندك مرونه، عندك 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 مرونه كويس. الصعوبه بقى ودي اللي انا خايف منها، ان يعبث بذهنيه اللاعبين. يعني احنا دلوقتي تجاوزنا موقف ازارو، هل هنتجاوز اجاييه ومعلول وباكا المحترفين اللي هم كلهم معاهم نفس الوكيل؟ عشان كده انا ما اعتقدش كنت مبالغ لما قلت في البدايه، والمهندس عادل بيقول ده موسم فيه الاحلام والامال، قلت لكم لا، فيه الكثير من الاشواك اللي بتتزرع لفرقه النادي الاهلي النهارده. اذا كان وعي المهندس عادل القيعي ويقظه محمد فضل والمستشار حلمي عبد الرازق في التفاوض مع هذه الشركه الانجليزيه فوتت فرصه
انه يضحكوا على الاهلي في وليد ازار واللي ممكن يحصل. فانا اعتقد اللي بيشار اليه دلوقتي ماذا عن جونيور اجاييه، ماذا عن باكا، ماذا عن علي معلول؟ رجائي للعيبه دول بقى الثلاثه نفس الوكيل نفس اللعبه اللي هتحصل. لا انا ما بتهموش بحاجه، بس انا بقول هل هيظل على ان هو عايز يجيب عروض للعيبته؟ انا عايز استاذنه من هنا، يعني يجب ان تظهر بقى يعني حرصك على الاهلي، لانك انت اصبحت بتمثل جهات كتير دلوقتي. فخلاص من هنا لحد يناير من فضلك، الاهلي عنده التزامات افريقيه، مش هيقدر في التوقيت ده انك تشغل لنا اي لاعب، لا هو ولا غيره. مش انا بس بالصدفه، لان دول المحترفين اللي بيبقى فيه صعوبه. عايز اقول لاولادنا بقى يا جماعه كلكم عليكم تحدي تاريخي، الموسم ده سيذكره التاريخ، هو الاصعب يمكن في تاريخ النادي الاهلي، هو الاصعب، لان في قوه جديده يجب ان يعمل حسابها، قوة من الناحية الفنية والإعلامية والاقتصادية، وفي منافسات وفي يعني في تحالفات وفي تدعيمات، وفي أنت بدراعك بقى في مواجهة كل هذا. أداه ودود بإذن الله، أداه ودود، عندك أفضل لعيبة، مؤكد عندك أفضل لعيبة. فيبقى دور اللعيبة دي إنها تركز وتركز وتركز، تحقق لنفسها شيء مع النادي الأهلي، ها؟ وبعدين بإذن الله الأيام بقى تحقق طموحات كل إنسان، ويبقى النادي الأهلي عنده وقت يعيد البناء ويعيد الدعم. عنده كل حاجة، بس كمان جمهوره ده حماه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف ماذا حدث مع المرتشين الفسدة، كيف تم التعامل معهم. بعد الفاصل.